احنا يا مستفيد من محلات الرايس، رانا مستفيدين منهم من 2011 قسموهم علينا لا ماء لا غاز. المحلات ما فيهم والو، ورانا خلصوا معاهم الكرا، رانا اوريجل معاهم، رانا خلصوا 4000 400 الف في الشهر للحانوت. صافي انا عندي جوج حوانت خلصوا 100 دينار. رانا نعانوا هنايا مع هذا المشكل تاع الماء وتاع تاع الغاز، قدرتها بالموسم تاع الشتاء هذا رانا نقاسوا بزاف. برد وعدنا البرد وعدنا المشكلات عن نقا، نبغوا نسيقوا نبغوا نديروا. دوك رانا غير نعمروا غير عند جماعه اصحاب التركتورات اصحاب السيتيرنات. احنا رانا نطالبوا من السلطات المحليه سواء السيد الوالي ولا رئيس دائره ولا كل شيء يشوفوا لنا الوضعيه تاع المحلات هذه، باسكو رانا في 10 في 10 سنين ما عرفنا ان المحلات هذه ديناهم على اساس مناصب عمل كمناصب عمل ولا ديناهم غير هكذا. رانا بيني وبين خدامين انفستين دراهمنا بصح في التاليه غادي نخرجوا في الزيرو. الماء ما كانش، اللي يخدم بالماء ما عندهش، اللي يخدم بالغاز ما عندهش. السيتياسيون تاعنا تاع المحلات، روح المحلات الاوساخ. يخص انشغالات المستفيدين من محلات الرئيس 100 محل سوف تصل 100% صالحه للشرب والغاز الطبيعي للمحلات 100%. في سنه 2023.